أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فقلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.